شنطة الولادة، ودي الشنطة اللي هتحتاجي تاخديها معاكي وانتي رايحة المستشفى يوم الولادة، واللي هيكون فيها حاجتك وحاجة البيبي اللي تكفيكي يوم الولادة وبعد الولادة بكذا يوم لو هتقعدي في المستشفى. هتحتاجي تاخدي في الشنطة دي حاجاتك وحاجات البيبي. يفضل تقسميها لجزئين، جزء شنطة كبيرة تاخدي فيها الحاجات بتاعت قعدة المستشفى بتاعت كذا يوم، والجزء التاني الشنطة الصغيرة تاخديها ليوم الولادة أو ساعة الولادة نفسها. هتحطي في كل واحدة ايه؟ تعالي بقولك. شنطة البيبي أو الشنطة الصغيرة مهم تاخديها تكون شنطة تكون عملية وليها مكان واسع وكبير. ممكن تاخديها من الشنط اللي بتتشال باك على الظهر أو بتتشال ليها دراعين، دي بتبقى برضو سهلة وبتبقى خفيفة وكبيرة تقدري تاخدي فيها حاجات كتير. هتاخدي فيها ايه؟ أول حاجة هتاخدي فيها الطقم الخاص بالولادة بتاعك اللي هتلبسيه بعد ما تطلعي من الولادة على طول، وخدي فيها كمان الأوراق الرسمية الخاصة بيكي، خاصة بتاعة المستشفى، سواء كانت بطاقة أو أوراق طلبها المستشفى منك قبل عملية الولادة نفسها عشان ما تتربكيش. خدي فيها كمان زبدة الكاكاو أو مرطب للجسم كله بادي لوشن، لأن دوت بيساعدك لو حسيتي بجفاف بعد الولادة أو وقت الولادة نفسها إنك تستخدميه بشكل ميسر. هتحتاجي تاخدي فيها كمان حاجات البيبي كلها والحاجات اللي هيستخدمها أو هيلبسها بعد الولادة على طول. خدي فيها كوفرتتين قطن على حسب الفصل اللي البيبي هيتولد فيه، لو في الشتاء خدي كمان بطانية أو خدي معاكي سلوبات تقيل. هتاخدي فيها اللبس اللي هيلبسه الطفل من بره زي السلوبات التقيلة أو البيجامات على حسب ما بتفضلي. خدي كمان معاكي اللبس اللي هيلبسه من جوه، لو في الصيف هتاخدي له كفاية يعني فالنا كات أو فالنا بنص، لو في الشتاء ممكن تاخدي أكتر من واحدة بنص وكات وكم على حسب الأيام اللي هتقعديها في المستشفى، وطبعا بنطلون يتقل بيه من تحت السلوبات اللي لابسه. خدي كمان فيها في الشنطة ديت البامبرز اللي هيكفيكي عدد الأيام اللي هتقعديها في المستشفى، أي نوع حفاضات انتي بتحبيه وترتاحيله وشايفة ان هو كويس معاكي. خدي كمان في الشنطة ديت جوانتيات، وخدي كمان شرابات وطواقي، لانه مهم اول 10 ايام من حياة الطفل يبقى لابسهم طول الوقت حتى لو الجو صيف، لانه لسه بيبقى مش قادر يعادل درجة حرارته بدرجة حرارة الجو اللي موجود حواليه. خدي كمان مقص، لان البيبي في الوقت ده بتبقى ضوافره طويله شويه وممكن يعور نفسه بحركاته اللي مش بيبقى واخد باله منها. خدي كمان كوفرتات التقميط معاكي، لان مهم قوي في اول فتره من حياه الطفل عشان تحسسه بالامان اللي كان حاسس بيه في بطن امه من حيث انه مقيد شويه في الحركه. حطي كمان فيها الشامبو او الشاور جيل اللي هتاخديه للطفل، ممكن تاخدي الشامبو بس على اساس انها كام يوم ولما ترجعي تبقي تعملي شامبو وشاور جيل لجسم الطفل. وخدي كمان كريم التهابات مكان الحفاضات، نوع يكون كويس بحيث يكون وقايه للطفل من البدايه. نيجي بقى للشنطه الثانيه، ودي الشنطه الكبيره اللي هتقعد معاكي طول فتره قعادك في المستشفى. هتاخدي فيها على حسب عدد الايام اللي هتقعدي فيها في المستشفى احتياجاتك الشخصيه الخاصه بيكي بقى. خدي فيها اللبس اللي هتخرجي بيه من المستشفى وانت خارجه، خدي فيها كمان مثلا 2 أو 3 قطقم مريحه تقعدي بيها، سواء كانت جلابيات او عبايات قطن كده مريحه او قمصان نوم مريحه، او ممكن تاخدي فيها كمان بيجامات لو انت بتحبي تلبسيها، لكن لو والده قيصري يفضل انك تاخدي حاجه مفتوحه من تحت عشان تسهل عليكي الحركه بعد كده والتغيير. مهم قوي تاخدي فيها فوطه شخصيه خاصه بيكي عشان الاستخدام الشخصي، وادواتك الشخصيه زي المشط وفرشه السنان والمعجون والحاجات اللي هتستخدميها خلال قعدتك في الكام يوم دولت. ممكن تاخدي كمان بعض التوك لو انت قاعده في اوضه متاح فيها انك انت تبقي قاعده براحتك واخده راحتك فيها. ما تنسيش تحطي طرحه قطن مريحه او طرحه انت بتحبيها معاكي تكون سهله في الاستخدام، بحيث لو جاتلك اي زياره او لو دخل عليكي اي دكتور تبقي عامله استعدادك. لو والده طبيعي او قيصري، في ناس بتحب تلبس بنطلونات، خليها بوست عالي عشان تكون مريحه ليكي في الحركه وما تضايقكيش لو انت والده قيصري. خدي كمان ملابس داخليه مريحه سواء كانت في الرضاعه او حتى بوست عالي عشان تقدري تستخدميها بسهوله. ما تنسيش لو انت قاعده فتره طويله تاخدي معاكي حاجه تسلي وقتك بيها زي مثلا كتب او حاجه تكون انت بتعرفي تستمتعي بيها في وقت المستشفى او في الوقت اللي انت مش لاقي حاجه تعمليها فيه. حاولي كمان تاخدي معاكي كريم الحلمات، لان دوت بيسهل عليكي عمليه الرضاعه الطبيعيه في اول فتره
الرضاعة، وده بعد كده بيخليها تستمر بشكل أفضل. خدي معاكي كمان شرابات، لأنه ساعات كتير الأطراف بتبقى بردانة في الوقت دوت، وممكن كمان تاخدي معاكي لكلوك تلبسيه طول الوقت بحيث يبقى عملي معاكي أكتر من الشرابات لو أنت عايزة أو لو حابة تقيلي أكتر. وما تنسيش تاخدي معاكي الفوط الصحية الخاصة بالولادة، وطبعا حذاء تخرجي بيه وأنت ماشية من المستشفى، ممكن يكون نفس اللي أنت دخلتي بيه المستشفى. نصيحتي ليكي ما تسيبيش تجهيز الشنطة لحد آخر لحظة، عشان لو جالك طلق مبكر أو لو احتاجتي تروحي المستشفى في أي وقت تبقى الشنطة جاهزة عندك من بدري، وما تتلخميش أو تنسي حاجة وتلاقي نفسك بعد كده في المستشفى كان ناقصك أي شيء. أتمنى لك ولادة ميسرة إن شاء الله، وربنا يقومك بالسلامة.